Europe FM. El Kilmelik. Conseil nutrition. اي تغذية ضحى منصور عسلامة ضحى عسلامة مرحبا شنحملك لاباس الحمد لله عايشك دونك ضحى اليوم باش نحكيوا على الناس اللي تبع ريجيم دونك ويعملوا في السبور باش نحكيوا على الحمية الغذائية الخاصة بهم شنو باش ياكلوا قبل السبور بعد السبور واكيد باش نعطيوهم دي كونساي زاد فوالا اليوم الموضوع هذا برشا عباد تعمل سبور وتقول لك انا زعما شنو ناكل قبل شنو ناكل من بعد اون بلوس نعمل في الريجيم نتاعي ماذا بيا نحافظ عليه زعما كي يكون الريجيم نتاعي قاسي والكل زعما ما فماش دوخه ما فماش فشله ما فماش حكايه هكا دونك انا باش نعطيهم دي كونساي باش نقول لهم شنو هكا دي بروبوزيسيون من عندي شنو يعملوا سورتو قبل السبور يحافظوا سورتو على الحميه الغذائيه نتاعهم والريجيم نتاعهم فوالا دونك قبل السبور شنو ناكلوا ضحى فما ناس تقول لك انا خليني ناكل بالكدي بالكدي قبل السبور ونمشي غادي نحرق الماكله اللي كليتها الكل انت كي باش تاكل مثلا باش تعمل هكا فطور نتاع 400 كالوري باش تحرقهم لي 400 كالوري هذوكم معناها وتروح على روحك سي اللي كليته وحرقته روحت لا ضعفت لا حتى شيء يلزمك تتبع حميه وكي تمشي للسبور معناها باش تنقص تزيد تنقص زيدا واضح واضح دونك هنا انا قبل السبور نقول لهم لازمك تعمل السبور نتاعك ساعه ما يكونش اجان باش ما تحلكش السكر والكل لازم تاخذ فطور يكون باهي والكل يكون فيه يكون سريع الهضم خاصة ويكون ماهوش غني بالبروتين وماهوش غني بالالياف مثلا ضحى عطينا فكرة مثلا هنا نجمو نعملو كيس حليب 0% ناخذو معها قد ما خبزة صغيرة تكون هكا معناها مبشمتة مش خبز عادي والكل ونعملو بشوية فروماج بلون ماذا بينا يكون قوتة خاطر القوتة باهية والكل ننصحو بها نجم تعمل مثلا مش كعبة غلة ناخذو كومبوت نتاع غلا ناخذو كعبه تفاح نطيبوها نعملها كي الكومبوت ناكلها باهي راهي ايديا حلوه نجمو ناخذو معها شويه لوز مرحي والكل سينو كيس جو هكا يكون جو دورانج ولا حاجه وندخلو للسبور باهي تري بيان هذايا بالنسبه للماكله اللي ناكلها قبل السبور قبل السبور وي باش خاطر كي نحرق باش ندخل نشط وتكون خاطر الكربوهيدرات اللي الموجود في السكر سريع الهضم باش يخليها عنده طاقه باش يحرق هذه بالنسبة ضحى للناس اللي تعمل السبور الصباح معناها بعد فطور الصباح بعد فطور فما ناس تعمل السبور العشية زادة أي ولا تعمل أي. ديكولاسيون العشية هي ديجا فطورها في القايلة ما يكونش دسم والكل اللي يكون ماذا بينا فيه معناها ملتزم بالحمية متاعه والكل وديما كي تبدا الحمية متاعه قليلة السعرات الحرارية ديما بعد ساعتين من الماكلة متاعه باش يلعب السبور ما يكونش معناها الفطور متاعه دوبا ما فطر يمشي يترين تكون كرش لازم يقعد ساعتين على قليلة على قليلة وكي يبدا الفطور دسم برشا يلزم حتى 3-4 ساعات باش يبدا باش يعمل السبور باهي داكوغ بعد السبور شنو نجمو ناكلو بعد السبور دوبا من نكملوا من السبور هنا فما معناها فيزيولو شنو باش يصير في البدن والكل البدن يحرق برشا دونك لازمنا نعطيو شويه هكا حاجه انرجي باش يقاوم الكل نجمو ناخذوا شوكولا نواغ نجمو نعملوا كوكتيل مثلا انا باش نقترح كوكتيل حلو برشا اللي هو البنان الحليب ماذا بينا حليب دسم معاها زوزة مرحية مغرفة ماكلة زوزة مرحية ولا مغرفة ماكلة زرعة الكتان تكون فيها الأوميغا 3 15 غرام شوفان ولا 100 دافوان نخلت شوفان معناها 3 مغارف نخلت شوفان هنا وناخذوا معاهم شوكولا نوار نرحيوهم الكل ويكون ديما بعد ما نكمل السبور متاعي ناخذ الكوكتيل هذا بالحق به على علاش باش يعطينا معناها من بعد ما حرقنا والكل يرجع الانسولين في البدن اللي تحرق وكل شيء وميم تو يخلينا خاطر من بعد ما نحرقوا الانسولين البدن يتعادل ستاد 2 اللي هي باش يبني العضلات هكا زاد فيه شويه معناها يعاونك باش تبني العضلات ديزا سي داميني والكل هنا من بعد ما نكملوا سبور والكل ماذا بينا نعملوا ان بلا برينسيبال نتاعنا يكون ديما سبور نختاروا الوقت اللي احنا من بعد سبور هذاك باش نعملوا البلا برينسيبال نتاعنا كلك سوا في الصباح ولا في القايله ولا في الليل ديما البلا برينسيبال يكون بعد ما تعمل السبور بعد ما تعمل السبور حتى بساعة من ربع ساعة حتى لساعة خاطر البدن وقتك باش يبدا يبني في العضلات شنو ناكلو فيه؟ فوالا ماذا بينا ماكلة تكون ريش بالحق اون بروتيين البروتيين نلقوه في أبيض العظم
ça dépend le ميزان نتاعك ça dépend le شنو انت الكونتيتي اللي معناها تتبع فيها في الريجيم تاخذ ابيض العظم عندنا العدس نجم نعملوه مفور نجم نعملوه مسموط نجم بالنسبه للفرماج بلون نشجعوا عليه برشا في السبور والكل نجم ناخذوا الجوتا زيت الجوتا باهية برشا فيها ليزاسيد اميني وتتعدى معناها باش تبني كان الماس مسكولير نتاع البدن والكل عنا البروتين غري كيما اللحوم البيضاء فوالا الفيوند بلون والكل وعنا بصفة عامة اللوز كي يبدأ حلو راهو باهي برشا ولا زوزة ذوكم ديما نخليوهم في الاخر بعد الفطور والكل انا نقترح ولا والرز البسماتي زيدا نقترح عليه بلاي نجم يكون نهار مثلا لوش روز بسماتي وترانش متاع سكالوب نهار اخر نجم يكون تروا بلون دوف نجمو نعملهم اومليت ونحطو معهم الجوتا والكل وعنا الياغورت كي يبدا 0% بوركوا با معناها ندخلوه في الميك هو اصلا حتى الجو اللي باش تشربو انت بعد ما عملت السبور ديجا يشبع هو ديجا يشبع مع البلا انت صغير هذايا اللي باش تحضرو في الليل خاطر بالحق معناها الاكثريه فما ناس تكمل الخدمه وتمشي للسبور هذاك علاش في الليل لازمنا نردو بالنا على رواحنا شنو ديما كي نتعشيو نقعدو بعد السبور والكل نقعدو ساعتين من قبل ما نرقدوا من العشاء نتاعنا فوالا والكوكتيل هذا كي باش ناخذوه والكل كان باش ناخذوه العشيه باش يولي معناها البلا برينسيبال نتاعنا في الليل باش ينقص من الكونتيتي نتاعو والكل سينو كي يمشي يبدا من بعد سبور في النهار ما يسالش وسط العشويه والكل نورمال واضح بالنسبه للماء ذو حق للماء فوالا نجمو نشربو افون ابري اي بوندون السبور نتاعنا نشربو الماء ما فما حتى مشكله هنا الماء ماذا بينا نعملوه ماء عادي نشربو حتى 2 لتر في النهار ما يقلقش مش اون جينيرال توا باش نعطيو 3 كونساي للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بخصوص الناس بطبيعه اللي تعمل في ريجيم وتبع في سبور فوالا هنا اول حاجه نقولها اللي ما نشربوش الجازوز وقت اللي نعملوا في حميه ونعملوا في السبور والكل علاش خاطر فيها الاسيد فوسفوريك يعمل هشاشه العظام والكل واللي نعملوه في السبور والكل معناها الماس مسكولير نتاعنا هنا باش يتمس داكور نحاولوا ان نحيو من الحميه نتاعنا الجازوز مهما كان خاطر ساعات فما انواع نتاع جازوز تكون فيها الكافيين تقول كان تفيقني بعد السبور والكل لا هذيك لا عندنا القهوه والتاي والتيزان وقت السبور ومن بعد السبور وقبل السبور ديما نبعدوهم بساعتين من لونترينمون نتاعنا والكل علاش خاطر ينجموا فيهم ينقصوا من الفير دونك يوليو ينقصوا من الماس مش واضح واضح ولا وهنا عندنا كي نتبعوا ريجيم نعملوا معناها ريجيم ونلعبوا في السبور ديما نحاولوا نغزروا للكونتيتي اللي ناكلوها ويكون الريجيم نتاعنا الكل غني باللي بروتين بعد السبور باش نجموا ديما ما نفشلوش ما تقاوم Voilà, يعطيك الصحة ضحى ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم كانت هذه كونسي نوتريسيون كاب اف ام الكلمة ليك